امتى امتى باشمهندس حازم الاخبار اللي بتطلع سواء من حضراتكم او من اي حد تاني المواطن يلاقيها على الارض فعلا امتى؟ ما تبقاش مجرد اخبار في الاعلام وهي غير مسمعه عند المواطن تحت. خلينا نتفق الاول يا استاذ عزه، معادله العرض والطلب او قانون العرض والطلب هو من بتحكم في اسعار السلع. فطبعا زياده المعروض من البضائع حتى السلع الغذائيه يا باشمهندس حازم؟ اه طبعا. يعني هل في مواطن هيقدر يستغنى عن الاكل والشرب عشان نقول له لا تقبل على شراء كذا؟ لا انا بقولش كده، بقول لحضرتك يعني زياده العرض المعروض من البضائع والسلع يعني بتدي بتساهم في خفض الاسعار واستقرارها. يعني بعد الافراج رجع على السلع الغذائيه والسلع مستلزمات الانتاج في اسعار انخفضت. يعني واضح جليا يعني لحضرتك مثلا طن الذره كان وصل 13000 جنيه، النهارده وصل 9000 جنيه. طن الذره لما نزل سعر طن الذره بالنسبه لحضراتكم او بالنسبه للمتخصصين فرق معايا انا في ايه كمواطن؟ هي دي الجزئيه اللي انا محتاجه حد يرد عليا فيها. ما هو حضرتك مش في ساعتها هتوصل. يعني انا عارف حضرتك هتقولي امال في الزياده بتحصل، اشمعنى الزياده بتوصل في ساعه؟ بتوصل في ساعه صح. أيوة كلام حضرتك مظبوط. ويعني احنا نامل اللي هي زي ما بتزيد في ساعه كده هو زي ما بتحصل يبقى تنزل زي ما بينزل. ده يقول لك لا احنا اللي بنامل، انتوا اللي ما بتنزلوش، احنا اللي نامل مش حضرتك. يا استاذ عزه يعني التاجر بيتحمل فوق يعني هي. كلمه جشع التجار كلمه دي رشاقه. لا انا ضد يعني لا حول حضرتك، انا ضد التعميم زيه زي المواطن بالظبط. لحظه انا ضد التعميم، لكن كمان لا يمنع ان هناك البعض عندهم جشع، صح ولا مش متفق معايا؟ ولا انت شايف ان كله تمام وامين؟ يا استاذ عزه يعني احنا قلنا مرارا وتكرارا احنا عايزين السلع يتكتب عليها السعر المستهلك. ليه؟ عشان يطلع التاجر اللي محطوط في النص ده اللي هو بيتعامل مع المستهلك على طول من دايره الاتهام. عايزها تتحط فين؟ على السلع نفسها ولا على السلع؟ عشان ما تقولي بقى قولي المنتج، ما تقوليش التاجر اللي زود، لان التاجر هو اللي في الوش. هو عمره استحاله هو ما يزود الا لما تزيد البضاعه عليه. الحكومه قالت السعر يتحط على الرف. هل حضرتك رافض السعر يتحط على المنتج مش على الرف؟ على حضرتك رافض ان الحكومه تخلي السعر على الرف، المفروض تخليه على السلعه. على السلعه يتحط على السلعه. ليه؟ ده هيمنع الاحتكار وهيمنع اللي حضرتك بتقولي عليه وهيمنع اتهام التاجر اللي هو الرشاق اللي دايما هو اللي محطوط قدام المستهلك اللي هو اللي بيزود السعر. التاجر بيقدم خدمه للمستهلك، بياخد المنتج وهامش ربح. مين اللي بيزود السلعه؟ المنتج طبعا هو اللي بيزود السلعه. ليه المنتج رافض يحط السعر على السلعه؟ لا ما السؤال ده احنا ما يعني احنا في تقديرك انا نفسي اعرف ايه السبب اللي مش محطوط على السلعه. هو ده اللي هينهي الموضوع كله، او معنى اصح يطلع التاجر من الدايره اللي هو محطوط فيها. لان التاجر اصلا الناس بعتة بتقول لي هم بيزنقوا بعض، التجار يقولوا المنتج والمنتج يقول التجار. استحاله. هو يعني على مستوى الجمهوريه يعني كل التجار ديت جشعه. طيب التجار دي بتزود من نفسها على مستوى الجمهوريه. ضد واحد عنده يعني ضد التعميم، لكن انا مقتنعه بانه في استثناءات جشعه.